وشوط آخر قادم يحمل في طياته فئة الأبكار لأبناء القبائل. انطلاقة موفقة وقوية وصحيحة أو سليمة نتمناها لكل المشاركين في هذه المسيرة المستمرة. نحن نتابع أيضا بفارق الصبر هذه الشعارات التي تشاركنا الفرحة من بداية الموسم وعلى طول الموسم وعلى طول العام مستمرة بالمشاركة، وإن شاء الله أنها تستمر بهذا العطاء وهذا التحدي. نرحب بشعار بن سرداح من يلظ على مقدمة الشوط ليسجلنا جديدة في موسم جديد يحمل الطموح والأمال والتحدي. هذه حرير اللي في المقدمة، وسالم بن سعيد بن عمير الاشتبي. يعذرونا اوقات يعني احنا من نشوف الشعار يعني نعلن به تلقائيا بدون ما نراجع الكش، ولكن يوم نراجع الكش نلقاه باسم ثاني لو نحن متاكدين من الشعار وعارفين الشعار. هذا المركز الثاني، هذا شعار بن مرخان، هذا شعار عبيد بن سلطان بن مرخان على ظهر مواهب، والمركز الثالث شعار بالقوم، شعار بالقوم على ظهر علاج، سالم بن عتيج بن علي بالقوم من يقدم لنا علاج. المركز الرابع، المركز الرابع اقول فهنا تتقدم، هذا شعار ايضا لها بصمه واضحه مع سباقات الهجن، يتقدم على ظهر اللي هي هذا محمد بن خاطر بن هاشم الشامسي، ولكن عاد يبنى اسم الشامسي، ولكن كيف اني باسم الباكره؟ شو اسمها ما ادري والله، ما ادري عفده ولا شو، ما ادري شو من يعبها عفده، يعني تعفد على المقدمه. طيب اسم جديد علينا، اسمح لنا يا بن خاطر، يمكن انه يبناه صح ولا يبناه غلط. المركز الرابع هذه قصايب محمد بن راشد ابو العامري من يقدم لنا قصايب بالمركز الخامس. هذه المجموعه الاولى مشاهدينا الكرام، وما زلنا نتابع البدايه والنهايه والتحدي او الاثاره. نتابع بن سرداح، هذا قلنا منو اللي قلنا على في المقدمه؟ حرير، سالم بن سعيد بن سالم بن عمير الاستبي من يقدم لنا حرير بالمركز الاول، وبن مرخان، بن مرخان يصارع على ناموس هذا الشوط، والشامسي قادم وهو من يتابع طريقه محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي. والمركز الرابع اقول علاج سالم بن عتيج بالقوم، والمركز الخامس غصايب محمد بن رايد بن حمد بالعامري. هذه الاسماء القادمه والواصله والمتابعه طريقها ايضا الى الناموس والى الصراع في هذه المسيره المستمره. يا سلام، صراع على المقدمه، صراع على مقدمه الشوط، وما زالت المعركه مفتوحه، المباراه مفتوحه. هذه عفده اللي عفدت على المقدمه، عفده اللي سرقت المقدمه، ولكن هنا الصراع القادم من قبل شعار له وزنه في الشعارات، شعار له صوله وجوله، يتجاوز على ظهر قصايب، على ظهر قصايب محمد بن رايد بن حمد ابو العامري. يلا يا ابو العامري، يلا هذا طريقك سالك. بالخاطر يتراجع الى المركز الثاني والمركز الثالث. اقول الله حشيمه اسم كبير، محمد بن سالم بن سعيد بن غدير وشوين، وصلنا بالهناوي، ووصل بن دحروي، ووصل راعي الجاسميه، تكسب الرهان، تكسب الناموس، تكسب التحدي، تكسب القوه، ومن الجانب الاخر بالقوم، ولكن احنا الصراع الناموس وين نتابع الجاسميه ابن دحروي، وهني ايضا قصايب، وهناك ايضا علاج بن بلقوم. الناموس يتجول بين الشباب، ولكن الكاسبيه من كسبت الناموس، من كسبت المركز الاول بشعار بن دحروي. ما زالت المباراه مفتوحه والمعركه والصراع. عادت قصايب اللي فازت بالمركز الاول. تهانينا والناموس محمد بن راشد الحمد بالعامري.